أشهر مقاتل في تاريخ السينما المصرية، الفنان محمود ياسين. الفنان محمود ياسين الذي رحل عن الدنيا منذ ما يقرب من 3 سنوات، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح 14 أكتوبر لسنة 2020. تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في مقتبل حياته، لكنه ترك العمل بالمحاماة وعمل بالفن وأصبح فتى الشاشة الأول، وواحد من أكبر وأشهر نجوم السينما المصرية عبر تاريخه الطويل، واشتهر بتجسيده عدد كبير من الشخصيات في عدد كبير من الأفلام التي تعتبر من علامات السينما المصرية. وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين والشهير باسم محمود ياسين في يوم 2 يونيو سنة 1941 بمدينة بورسعيد الباسلة، ويعد نجم نجوم أفلام سينما حرب أكتوبر بلا منازع، كما أنه ينفرد بكونه صاحب الرقم القياسي في بطولات الأفلام السينمائية التي تناولت نصر أكتوبر العظيم. والطريف أنه قد جسد في البداية شخصية الجندي المجند المقاتل، ثم أخذ يترقى في الأفلام السينمائية حيث جسد شخصية الضابط، وفي النهاية جسد شخصية المشير في آخر الأفلام السينمائية التي تناولت نصر أكتوبر العظيم. ولعل أول الأدوار التي قدمها الفنان محمود ياسين على شاشة السينما كجندي مقاتل كان دور المجند شوقي في الفيلم الشهير أغنية على الممر، وهو فيلم أبيض وأسود تناول شجاعة المجند المصري في حرب الاستنزاف التي كانت مقدمة لنصر أكتوبر العظيم، وجسد فيه شخصية واحدة من المجندين في فصيلة من فصائل الجيش المصري تم حصارها خلال فترة حرب الاستنزاف. وقد برع الفنان محمود ياسين في تجسيد شخصية المجند المصري في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، والذي يعد واحد من أشهر الأفلام التي تناولت حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم، حيث قدم فيه دور الجندي المجند محمد الفلاح المتعلم الذي يشارك في الحرب دفاعا عن الأرض والعرض. وفي فيلم بدور جسد شخصية صابر عامل المجاري، أحد المهمشين الذين شاركوا في حرب أكتوبر وساهموا في تحقيق انتصار مصر العظيم. وفي فيلم الوفاء العظيم ترقى فجسد شخصية صفوة ضابط الجيش المصري الذي يفقد أحد ساقيه في الحرب. وأخيرا جسد شخصية المشير محمد علي فهمي قائد القوات الدفاع الجوي في فيلم حائط البطولات، والذي يعد آخر الأعمال السينمائية التي تناولت بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر. وبالإضافة إلى هذه الأفلام، لا ننسى للفنان محمود ياسين تجسيده لشخصية خالد ضابط المخابرات المصري الذي ألقى القبض على الجاسوسة هبة سليم أو عبلة كامل، التي جسدت شخصية الفنانة مديحة كامل في فيلم الصعود إلى الهاوية. وكذلك لا ننسى عبارته الخالدة والشهيرة التي قالها في آخر الفيلم دي مصري عبلة. دي مصر يا عبد.